أهمية عن محمد صلاح أو عن تريزيجيه أو أي أو عن أي لاعب موجود في الدوريات العالمية. هو ده حقيقة فعلا محمد، من الحاجات اللي بتزعله جدا الكومنتات السلبية جدا عليه على السوشيال ميديا، لدرجة ان في فانز بيعلقوا على الصفحة بتاعت النادي. طيب لأي درجة او ايه المطلوب؟ اللاعب بيأدي كويس جدا، واللاعب بيموت نفسه في الملعب، ملتزم جدا، من اللعيبة القليلة جدا اللي اشتغلت معاها المحترمة جدا، اللي استحاله مثلا في حد يكتب عليه او يقول له حاجه وحشه ويطلع يرد عليه، ومن اللعيبه اللي قليله جدا في الكلام. السوشيال ميديا للاسف سلاح ذو حدين. في ناس ممكن تركب ترند، انا ممكن اقول نكته حلوه فالناس تضحك فانا عيدها فاللي بعديها يعيدها بدون ما استوعب ده معناه ايه. طب ده الافكت بتاعه على نفسيه الشخص اللي بيتكلم عليه الكلام ده ازاي؟ محمد صدقني، محمد من الناس اللي بتموت نفسها في الملعب، ومن الناس اللي بتبذل كل الجهد اذا كان مع المنتخب اذا كان مع النادي. اتذكر له موقف في افريقيا في الجابون، محمد لعب البطوله واتصاب وكان استحاله يلعب اي ماتش، استحاله استحاله. ونادي ارسنال محمد كان الفتره دي بيلعب اساسي في ارسنال، وبسبب الاصابه اللي جات له محمد بعد عن التشكيل الاساسي في ارسنال في النادي بتاعه. صح. اي لاعب ممكن في الفتره دي او لاعب محترف في دوري كبير وفي نادي كبير دايما كان بيفكر في مصلحته وما فكرش في المنتخب. صح. محمد تحامل على نفسه، كان بيصحى الصبح الساعه 6 الصبح من ورا الجهاز الاداري والطبي بتاع منتخب مصر وينزل يتعالج في حمام السباحه لوحده عشان يلعب ماتش الكاميرون، يلحق النهائي ولعب الماتش وهو مش جاهز وهو مصاب وباحرز دور، وبعديها الاصابه رجعت له تاني وبعد عن فتره كبيره جدا من مشاركته مع نادي ارسنال. فانا بطالب بالناس او بطالب بالظبط كده، بالظبط كده، ما كنتش تقدر تدعمني ما تدينيش. طبعا ده حق حضرتك واكيد حق محمد النني واحد من اللعيبه المميزه جدا، لكن استاذ علاء انا عايز اتكلم على ان محمد كمان واحد من ابناء النادي الاهلي وواحد من خريجي مدرسه النادي الاهلي اللي تالق فيها وخرج بعديها لنادي المقاولين العرب، وكمان خرج من نادي المقاولين الى نادي بازل السويسري وبعد كده احترف في ارسنال او كمل بقى مسيرته الاحترافيه بشكل كبير جدا مع نادي ارسنال. هل حضرتك يعني معتقد ان في يوم من الايام ممكن محمد يحب يختم حياته في النادي الاهلي، النادي اللي بدا فيه والنادي اللي اكيد طبعا بيكون ليه كل الاحترام تقدير؟ ونفس الشيء طبعا انا عارف ان محمد بيحب النادي الاهلي جدا جدا وهو عاش ايام يعني اعتقد ان هي ممتعه تعلم فيها الكثير وكان موجود مع اكبر المدربين اللي كانوا موجودين في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. طيب انا ما اخفيش عليك سرا، هو اعتقد كل الناس عارفه المعلومه دي، عارفه ان محمد من ناشئين النادي الاهلي. صح. من الناس اللي طول عمرها كانت بتتعب وهي صغيره في السن وبتيجي مشوار من اخر الدنيا بثلاث مواصلات في قطر ولا مع والدته ولا مع والده عشان يحضر التمرين. يمكن وصيه والدته مأثره فيه لحد دلوقتي، ان انت في يوم من الايام لازم تلعب في النادي الاهلي، وهو حاطط ده في دماغه اذا ربنا اراد ان شاء الله. والده من الناس الداعمين جدا للنادي طبعا الاهلي. طبعا محمد التيشيرت بتاعه وبتاع الناشئين لسه موجود متعلق عنده في البيت في المحله. ابن من ابناء النادي الاهلي طبعا، ومعرفش المعلومه دي غايبه ازاي على جمهور النادي الاهلي العظيم الكبير. صح. يعني طول عمره بيدعم ابنائه. صح صح، يعني اكيد طبعا يعني نتمنى التوفيق لمحمد، وزي ما حضرتك قلت احنا نطلب من جمهور كره القدم المصريه انه يدعم محمد النني، حتى لو زي ما حضرتك قلت يعني لو مش هتدعمني خلاص سيبني في حالي ما تشوش عليا. استاذ علاء نظمي بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، وطبعا دي وضحنا من خلال وجود حضرتك ووجود الاستاذ علاء نظمي مدير اعمال مع اللاعب المصري محمد النني في صفوف بشكتاش التركي معار من نادي ارسنال كل الامور اللي حضراتكم محتاجين تعرفوها. تاني مفيش اي عروض ايطاليه، كل الكلام ده عاري تماما من الصحه، ولم يتم عرض محمد النني على نادي الايطالي. بنرجع يعني كمان مفيش يعني هو بيوضح وبيستسمح الجمهور المصري ان هو يقف مع لعبنا المصري علشان خاطر ده لاعب ليه حق علينا ولازم ندعمه. الحاجه الثالثه محمد النني اكيد ان شاء الله في يوم من الايام ينفذ وصيه والدته ويكون موجود في النادي الاهلي في يوم من الايام علشان يختم حياته زي ما بداها في الناحيه الكرويه. نرجع مع حضراتكم تاني بقى لنتائج الجولات السابقه، خلصنا معاكم الدوري الانجليزي، الجولات القادمة في الدوري الإنجليزي والبداية. نيوكاسل ضد مانشستر سيتي يوم السبت 30 نوفمبر الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة. أما يوم السبت لسه مكملين في لقاءات الدوري الإنجليزي، تشيلسي أمام ويست هام الساعة 5 وليفربول أمام برايتون الساعة 5 أيضا يوم السبت،
واخر اللقاءات يوم السبت توتنهام هوتسبيرز امام بورنموث ايضا الساعه 5. يوم الاحد نورويتش سيتي ضد ارسنال ومانشستر يونايتد ضد استون فيلا، واخيرا مباراه يعني قمه الى حد ما ما بين ليستر سيتي وايفرتون، اثنين انديه كبار جدا بيمثلوا الحصان الاسود في لقب او بطوله الدوري الانجليزي في كل موسم. طيب نروح لجدول ترتيب الدوري الانجليزي، والبدايه من ليفربول صاحب المركز الاول ب 37 نقطه، يليه ليستر سيتي 29 نقطه، ومانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بعد تفوقه على تشيلسي ب 28 نقطه، وتشيلسي بعد الخساره الاخيره من مانشستر سيتي في المركز الرابع ب 26 نقطه، واخيرا وولفرهامبتون في المركز الخامس ب 19 نقطه. قائمة هدافين الدوري الإنجليزي، جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي متربع على القمة ب 12 هدف، تامي أبراهام لاعب تشيلسي 10 أهداف، وإجويرو لاعب مانشستر سيتي 9 أهداف، يليهم أوباميانج أرسنال 8 أهداف في المركز الرابع والمركز الخامس بعد هدفه الأخير في مرمى كريستال بالاس، ساديو ماني لاعب ليفربول 8 أهداف، وأخيرا في المركز السادس رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي 7 أهداف. نروح للدوري الاسباني ونتائج الجوله السابقه، ليجانيس بيخسر من برشلونه 2-1 بقياده خافير اجاري، وكلنا شفنا الهدف الرائع اللي احرزه ليجانيس واللي احرزه يوسف بن نصر اللاعب المغربي في شباك نادي برشلونه، لكن برشلونه بيعادل النتيجه وبيتخطى نادي ليجانيس في الاهداف عشان يفوز 2-1 وينجح بالفوز بالمباراه. ريال بيتيس بيفوز 2-1 على فالنسيا، وجرناطه بيتعادل 1-1 مع اتلتيكو مدريد، وريال مدريد بيفوز على ريال سوسيداد 3-1، وبلد الوليد بيخسر من اشبيليه 1-0. نروح للجولات القادمه من بطوله الدوري الاسباني، والبدايه من يوم السبت بورتيفو الافيز ضد ريال مدريد الساعه 2 الظهر، فالنسيا وفياريال الساعه 10، اما يوم الاحد اشبيليه وليجانيس الساعه 1، واتلتيك بلباو وغرناطه الساعه 3، واخيرا لقاء القمه قمه الجوله القادمه في الدوري الاسباني ما بين اتلتيكو مدريد وبرشلونه على ملعب واندا متروبوليتانو، اكيد قمه قويه جدا جدا وهنستمتع بيها واكيد هنتكلم عليها في الحلقه القادمه. جدول ترتيب الدوري الاسباني، برشلونه بعد الفوز 28 نقطه بيتساوى مع ريال مدريد ب 28 نقطه، اما اشبيليه 27 نقطه في المركز الثالث، اتلتيكو مدريد في المركز الرابع ب 25 نقطه، واخيرا اتلتيك بلباو في المركز الخامس ب 23 نقطه. نروح لهدافين الدوري الاسباني، كريم بنزيما على القمه 10 اهداف، ليونيل ميسي 8 اهداف، وجيرارد مورينيو لاعب فياريال 8 اهداف، ولورينزو مور لاعب ريال بيتيس 8 اهداف، ولويس سواريز لاعب برشلونه 7 اهداف، واخيرا لوكاس مارتينيز لاعب ديبورتيفو الافيس ب 7 اهداف. نروح للدوري الايطالي ونتائج الجوله السابقه من الدوري الايطالي، اتلانتا بيخسر 3-1 من يوفنتوس، وإيسي ميلان بيتعادل 1-1 مع نابولي في قمة الأسبوع السابق في الدوري الإيطالي، وتورينو بيخسر 0-3 من إنتر ميلان، وروما بيفوز بنفس النتيجة 3-0 على بروشيا، وأخيرا ساسولو بيخسر 2-1 من لاتسيو. نروح للجولات أو الجولة القادمة من الدوري الإيطالي، يوم الأحد يوفنتوس وساسولو، إنتر ميلان مع سبال، لاتسيو مع أودينيزي، وبارما مع ميلان، ونابولي مع روما. نروح لقائمة الهدافين في الدوري طيب قائمة هدافين الدوري الإيطالي، إيموبيلي لاعب لاتسيو 15 هدف، بسم الله ما شاء الله بعيد جدا عن لوكاكو لاعب إنتر ب 10 أهداف، ولويس موريل لاعب أتلانتا 8 أهداف، وبيراردي لاعب ساسولو 7 أهداف، وكابوتو لاعب ساسولو أيضا 6 أهداف، ودوفان زباتا لاعب أتلانتا ب 6 أهداف. جدول ترتيب الدوري الإيطالي، اليوفنتوس 35 نقطة متربع ومتصدر على القمة، فارق نقطة وحيدة ما بينه وما بين إنتر ميلان في المركز الثاني 34 نقطة، لاتسيو في المركز الثالث 27 نقطة، وروما في المركز الرابع 25 نقطة، كالياري في المركز الخامس ب 24 نقطة. طيب
زي ما حضراتكم عارفين الجولة بكرة وبعده في ماتشات دوري أبطال أوروبا، لازم نفكر حضراتكم ونذكركم بأهم اللقاءات اللي موجودة إن شاء الله يوم الثلاث 26 نوفمبر وأيضا يوم الأربع 27 نوفمبر. لكن البداية من بكرة اللقاءات اللي هتكون الساعة 7 أو الساعة 8 إلى 5 بتوقيت القاهرة، لوكوموتيف موسكو أمام فريق بايرن ليفركوزن، المباراة الأولى هتكون 8 إلى 5 بتوقيت القاهرة، معاه في نفس التوقيت جالاتا سراي ضد كلاب روج الساعة 8 إلى 5. بعد كده الساعة 10 هيكون في لقاءات قوية، ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان، وهنشوف هل يا ترى ريال مدريد هيعرف ياخد بطاره من الهزيمة بثلاثية ضد باريس سان جيرمان ولا لا، ده اللي احنا هنعرفه من على ملعب سانتياغو برنابيو. وفريق بلاك ستار أو ريد ستار بلجراد هيلاقي فريق بايرن ميونخ يوم بكرة إن شاء الله الساعة 10 في نفس توقيت مباراة ريال مدريد. لسه مكملين معاكم لقاءات يوم الثلاث، يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مباراة أيضا قوية ومهمة، أتلانتا ودينامو زغرب ومانشستر سيتي وشختار دونستيك وتوتنهام هوتسبيرز وأولمبياكوس في أول مباراة رسمية لمورينيو في القيادة الفنية لنادي توتنهام في دوري الأبطال. يوم الأربع لقاءين في نفس الموعد 8 إلى 5، فالنسيا وتشيلسي مباراة قوية جدا جدا في نفس التوقيت، ايضا زينت سان بيترسبرغ مع ليون الساعه 8 الى 5 ايضا. بعد كده الساعه 10 بيبدا لقاءات دوري الابطال، برشلونه وبروسيا دورتموند في مباراه اعتقد ان هي مهمه جدا للفريقين، برشلونه في حسم صعوده وبروسيا دورتموند في يعني انه ينافس ويعافر على الصعود كاول او ثاني المجموعه لصعوده لدور 16 في دوري الابطال، لكن خسارته اعتقد ان هي هتصعب من مهمته في الصعود وممكن يكون قريب من اليوروبا ليج. سلافيا براغ امام انتر ميلان هيكون ايضا الساعه 10. مكملين معاكم باقي لقاءات يوم الاربع، لايبزيج وبنفيكا الساعه 10 وجينك وريد بول سالزبورغ ايضا الساعه 10، ليل واياكس امستردام ايضا الساعه 10، واخيرا ليفربول ونابولي قمه يعني قمه من ضمن قمم كثيره جدا موجوده في لقاءات دوري الابطال هيكون ايضا الساعه 10. كل التوفيق لمحمد صلاح لاعبنا المصري ان شاء الله يكون موجود في المباراه ويؤدي بشكل رائع جدا بعد تعافيه من الاصابه. طيب خلصنا مع حضراتكم كده يعني الجداول والترتيبات والهدافين وماتشات دوري الابطال، ودلوقتي جه معادنا مع اغلفه الصحف العالميه، والبدايه من اسبانيا من اس اكيد هتتكلم على عوده لويس انريكي من جديد، وهتتكلم ايضا عن مشوار الريال وبرشلونه في الدوري، وصحيفه اس بتتكلم على تحقيق منتخب اسبانيا لقب السادس في كاس ديفيس لكره التنس بعد ما قادوا الاسطوره رافائيل نادال المصنف الاول عالميا للفوز على حساب منتخب كندا بنتيجه 2-0 في نهائي النسخه الاولى من شكلها الجديد، وكلنا شفنا طبعا ان بيكيه وشاكيرا كانوا حريصين على حضور كاس ديفيس. نروح لانجلترا ومن ميرور عشان نشوف الاحداث في انجلترا ماشيه بشكل عامل ازاي. ميرور طبعا اهتمت الصحيفه البريطانيه بتعادل مانشستر ضد شيفيلد يونايتد في اطار الجوله رقم 13 في البريمير ليج، والعنوان اللي موجود قدام حضراتكم غضب سولشاير يزداد، سولشاير غاضب من العرض السيء في الشوط الاول ويريد تغيير الفريق بالكامل. هل سولشاير هيقدر يمشي كلامه على الاداره ولا اداره مانشستر هتبقى هي الاقوى تمشي كلامها في ظل التخبط الموجود في المستوى الفني لنادي مانشستر يونايتد. ايطاليا هنشوف لجازيتا ديلو سبورت كاتبه ايه؟ لجازيتا ديلو سبورت كاتبه على رغبه رونالدو نجم اليوفنتوس في العوده لتشكيل الفريق للمباراه المقبله امام اتلتيكو مدريد بجانب طبعا معاه انتر من كثره الاصابات، وايضا الصحيفه كاتبه بالعنوان الكبير انتر على النقاله نقاله الاصابات، ووصفت المدير الفني كونتي بالطبيب في طبعا اشاره انه بيعاني من كثره الاصابات زي ما حضراتكم شايفين ملبسين كونتي البلطو الابيض وعليه شعار انتر، وان هو اللي بيسابق الزمن وبيحاول ان هو يصلح الامور من ناحيه الاصابات علشان يلحق في الدوري ويلحق في بطوله اوروبا يرجع بشكل اقوى. طيب زي ما حضراتكم متابعين الجوله اللي فاتت من تصفيات يورو 2020 انتهت، وبالتالي كان لازم ان احنا نتكلم مع حضراتكم عن اهم الاحصائيات اللي موجوده في اليورو. اهم الاحصائيات دي من خلالها هنتكلم معاكم في كل كبيره وصغيره ان شاء الله، نتمنى ان هي تعجب حضراتكم ونكون لمينا لكل حضراتكم كل شيء خاص بالتصفيات. طيب تعالوا نروح ونبدا بالهدافين اليورو، هدافين اليورو 2020 واللي تالقوا في المجموعات. على الصداره هاري كين 12 هدف ورونالدو 11 هدف وتامي بوكي لاعب المنتخب الفنلندي ب 10 اهداف وميتروفيتش 10 اهداف، ده بالنسبه للهدافين.
نروح لإحصائيات المنتخب الفنلندي. منتخب فنلندا أول مرة في تاريخه يا جماعة يصعد لبطولة أمم أوروبا، وده بفضل الإحصائيات اللي بقولها حضراتكم. طبعا لعب 10 لقاءات، فاز في 6 مباريات وخسر في 4، سجل 16 هدف ودخل فيه 10 أهداف، وبيقوده المدرب الوطني ماركو كانيرفا، عنده 55 سنة، مدرب وطني بالنسبة للمنتخب الفنلندي. طبعا بنتكلم على أضعف المنتخبات هجوميا والمنتخبات الأقوى دفاعيا، ويعني زي ما حضراتكم شايفين الأرقام، بداية من أضعف المنتخبات منتخب سان مارينو تلقى هذا طبعا أحرز هدف واحد فقط، يعني هجوم أعتقد أنه ضعيف جدا. لاتفيا أحرز 3 أهداف، ومنتخب الجبل الأسود دخل في أحرز 3 أهداف فقط من خلال مشاركاته كلها في تصفيات اليورو، وأندورا في المركز الأخير ب3 أهداف. أما المنتخبات الأقوى دفاعيا، منتخب بلجيكا تلقى 3 أهداف، أقوى منتخب موجود في التصفيات، وهنقول لحضراتكم بالإحصائيات وبالأرقام ليه منتخب بلجيكا هو الأقوى. منتخب بلجيكا زي ما حضراتكم شفتم 3 أهداف دخل فيه فقط، تركيا 3 أهداف دخلت فيها، إيطاليا 4، وأوكرانيا 4 أهداف تلقاها مرماها. أما أضعف المنتخبات دفاعيا هو منتخب سان مارينو دخل فيه 51 هدف. أصغر اللاعبين تسجيلا في التصفيات في منتخب هولندا بوادو، واحد من اللعيبة اللي هيكون ليها مستقبل كبير جدا جدا. أما في منتخب لوكسمبورغ باريرو، واحد من اللعيبة أيضا الصغيرين اللي خلاص دخلوا التاريخ إن هم أصغر اللعيبة اللي شاركوا في تصفيات اليورو. أكبر اللعيبة بقى اللي سجلوا في التصفيات طبعا لاعب منتخب طارق لكاسيارو، عنده 38 سنة، ده أكبر لاعب في التصفيات سجل أهداف في منتخب جبل طارق. المنتخبات الأقوى هجوميا في تصفيات اليورو، المنتخب البلجيكي على القمة ب 40 هدف، يليه المنتخب الإيطالي 37 هدف، يليهم المنتخب الإنجليزي 37 هدف. طبعا ده بنعرض لحضراتكم المجموعات الأكثر تسجيلا بترتيب الأهداف، يعني أكثر المجموعات اللي سجلت أهداف كتوتال او كمجموع تسجيل للاهداف. المجموعه التاسعه هي على القمه ب 118 هدف، مجموعه العاشره 101 هدف، مجموعه السادسه 97 هدف، المجموعه السابعه سجلت 84 هدف، اما المجموعه الثامنه سجلت 83 هدف، والمجموعه الاولى 72 هدف، والمجموعه الثالثه 69 هدف، والمجموعه الثانيه 68 هدف، والمجموعه الرابعه 59 هدف، والمجموعه الخامسه 53 هدف. وبكده يكون خلصنا مع حضراتكم كل حاجه خاصه بتصفيات اليورو واحصائياتها وارقامها. علشان كده عايزين ناخد من تصفيات اليورو ومن الاحصائيات من منتخب بلجيكا، المنتخب القوي جدا في كل شيء، والمنتخب الاكثر تسجيلا للاهداف، والمنتخب اللي استقبل اقل عدد من الاهداف، علشان ناخد لحضراتكم ونفكركم الجيل التاريخي للمنتخب البلجيكي ده بدايته كانت امتى؟ بدايته كانت بعد اخفاق المنتخب البلجيكي في تصفيات اليورو 2012، بعد ما تعادل مع المنتخب النمساوي باربع اهداف مقابل اربع اهداف، ودي كانت بدايه نكسه بالنسبه للمنتخب البلجيكي، ويعني ظهور جيل جديد لوكاكو ودي بروين وايدن هازارد وكل النجوم وكومباني، كل النجوم اللي حضراتكم وكل النجوم اللي حضراتكم بتتابعوها وبتشوفوها. علشان كده حبينا ان احنا نطلع من احصائيات اليورو لمباراه تاريخيه، علشان نفكر كل الساده المشاهدين بالمباراه اللي كانت سبب في ظهور جيل جديد للكره البلجيكيه اللي بينافس على بطولات العالم وبطولات اوروبا، جيل اعتقد ان هو لا يقل قوه عن المنتخب الانجليزي او الاسباني او الايطالي او غيره من المنتخبات اللي موجوده. مباراه النمسا وبلجيكا 4-4، هنروح نتابعها ونشوفها، وبعديها نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في باقي فقراتنا. هنروح دلوقتي لفقره مهمه جدا، وهي ما بين جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي نادي توتنهام وموريسيو بوكيتينيو المدير الفني السابق نادي توتنهام، علشان نبين لحضراتكم كل الارقام والاحصائيات الخاصه بالاثنين مدربين في مشوارهم التدريبي سواء مع توتنهام او في الدوري الانجليزي. طب زي ما حضراتكم متابعين، دي ارقام جوزيه مورينيو مع مانشستر في البريمير ليج،
مورينيو حصل على 25 لقب كتوتل ألقابه مع الدوري الإنجليزي سواء تشيلسي أو مع مانشستر، وتوتنهام طوال تاريخه حصل على 24 لقب. مورينيو لعب مع مانشستر 93 مباراة، عدد النقاط اللي حصل عليها 176 نقطة. أما بوكيتينيو مع توتنهام خلال نفس الفترة 93 مباراة حصل فيها على 202 نقطة. أكثر فريق فاز عليه مورينيو في مسيرته التدريبية صدفة طبعا هو توتنهام ب 13 فوز. المباراة القادمة لمورينيو مع السبيرز دي التواريخ 23 نوفمبر عنده ويست هام، فاز على ويست هام 3-2. عنده 26 نوفمبر في دوري الأبطال أولمبياكوس، 30 نوفمبر بورنموث، و4 ديسمبر مانشستر يونايتد، ولقاء قوي جدا ما بين الفريق الحالي والسابق لجوزيه مورينيو. أما في شهر ديسمبر مكملين مع بيرنلي، ولقاء قمة في الدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ في 11 ديسمبر، و15 ديسمبر في وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، أخيرا 23 ديسمبر مش نوفمبر تشيلسي اللي عنده مباراة أكيد مهمة مع مورينيو اللي برضه هيكون هو فريقه السابق يوم 4 ديسمبر. طبعا زي ما حضراتكم عارفين هتكون مباراة مهمة جدا علشان هيظهر في الأولد ترافورد الفريق أو الملعب السابق للمدرب البرتغالي. طيب نروح لأخبار اللي موجودة معانا ونتابع مع حضراتكم باقي الأخبار أو معظم الأخبار اللي موجودة على الساحة العالمية، والبداية من ريال مدريد. ريال مدريد ينسحب من السباق الحصول على البرازيلي نيمار. هنعرف يعني سريعا، عايز أقول لحضراتكم أن ريال مدريد خرج من الصفقة بسبب أن باريس سان جيرمان طلب 200 مليون يورو والحصول على ثلاث لعيبة هم نافاس وكاسيميرو والنجم أيضا الكرواتي لوكا مودريتش، وباريس شاف طبعا الموضوع مبالغ فيه. صفقة تبادلية قد تنقذ جارث بيل من جحيم سانتياغو. صحيفة الصن قالت ان في احتمالية لوجود صفقة تبادلية من الريال وبين مانشستر لرحيل بوجبا للريال مقابل قدوم جارث بيل لليل يونايتد، والعقبة الوحيدة هي راتب جارث بيل الاسبوعي اللي بيحصل على 600 الف جنيه استرليني اسبوعيا. أومتيتي اختار نجم الارسنال لمزاملة ميسي وانيستا. مدافع الفرنسي سامويل أومتيتي اختار التشكيله المثاليه من وجهه نظره لصحيفه سبورت الكتالونيه، مكونه من خمس لعيبه فقط وهم تير شتيجن لحراسه المرمى وهو في الدفاع، وده بيحب نفسه قوي يعني واضح ان هو متواضع جدا يعني. انيستا والكسندر لاكازيت وليونيل ميسي. بيقول طبعا ان ميسي هو لوحده يعادل الفريق. يورجن كلوب نجم ليفربول الأحق بلقب الكرة الذهبية. يورجن كلوب قال إن مدافع الفريق الهولندي فيرجيل فان دايك هو الأحق بالكرة الذهبية، لكن طبعا فان دايك وميسي ورونالدو ومحمد صلاح كل الناس مرشحة لحد دلوقتي إن هم يحصلوا على لقب الكرة الذهبية البالون دور. يعني هو ما هم طبعا بيقولوا لي كريستيانو رونالدو، لكن بقول لحضراتكم لا ما اقدرش اقول اي حاجه دلوقتي، لكن كريستيانو رونالدو مرشح وبقوه بعد ما خرج بعض التسريبات الخاصه من فرانس فوتبول ان كريستيانو رونالدو هو الابرز والاقوى للفوز بلقب البالون دور. اجويرو خارج ديربي مدينه مانشستر. بيب جوارديولا اكد ان سيرجيو اجويرو بقى خارج حساباته في ديربي مدينه مانشستر القادم نظرا لاصابته في الاوتار، والكلام ده كان من خلال المؤتمر الخاص بمباراه الفريق ضد شختار الاوكراني في دوري الابطال، ان اجويرو هيغيب لعده مباريات ولا يعرف المده بالتحديد. جلسه جديده لحسم انتقال ابراهيموفيتش للميلان. جلسه جديده تجمع بين اداره اي سي ميلان ورايولا مدير اعمال النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش بشان حسم انتقاله وعودته مره اخرى ل اي سي ميلان. وبحسب جريدة توتو سبورت اللي اكدت ان الجلسة هتكون يوم الاربعاء يعني بعد بكرة او الخميس بعده، ويتم فيها حسم الجدل بخصوص عودة اللاعب من عدمه. ميلان كان قدم عرض قبل كده قيمته 6 مليون يورو لموسم ونصف، لكن رايولا كان منتظر عرض افضل من الناحية المالية. نيمار على راس قائمه باريس سان جيرمان لمواجهه ريال مدريد. تم الاعلان عن القائمه اللي هتواجه نادي ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا خلال مباراه باريس سان جيرمان وريال مدريد. وعلى قمه القائمه نيمار جونيور لاعب المنتخب البرازيلي ولاعب باريس سان جيرمان. وطبعا نيمار كان بيغيب خمس اسابيع بسبب اصابته مع المنتخب البرازيلي، ولكنه شارك مع باريس سان جيرمان في الانتصار الاخير في الدوري امام نادي ليل الفرنسي. صلاح وتريزيجيه ضمن 10 نجوم عرب بيتنافسوا على لقب الافضل. اعلن الاتحاد الافريقي عن 30 لاعب مرشحين للفوز بجائزه افضل لاعب افريقي لهذا العام، واللي ضمت النجمين المصريين محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد حسن تريزيجيه لاعب استون فيلا، بالاضافه لثمان نجوم عرب
طبعا اخرين وهم الرباعي الجزائري اسماعيل بن ناصر لاعب ميلان ورياض محرز لاعب مان سيتي، يوسف بلايلي لاعب بالاهلي السعودي، وبغداد بونجاح لاعب السد القطري، وبالاضافه الى المغربي اشرف حكيمي لاعب بروسيا دورتموند، وحكيم زياش لاعب اياكس امستردام، والتونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، وطه ياسين الخنيسي لاعب الترجي. اما ابرز المرشحين بشكل عام ساديو ماني لاعب ليفربول، وتوجولي لابا كوجو لاعب العيد الاماراتي، والمالي موسى ماريجا لاعب بورتو، والغيني نابي كيتا لاعب ليفربول. هيجوين لا اريد سرقه عرش يوفنتوس من رونالدو، اكد هيجوين طبعا مهاجم اليوفنتوس على ان كل لاعب في البيانكونيري بيأدي دوره من اجل تحقيق الفوز، وانه في النهايه لا يسعى لسرقه عرش اليوفي من رونالدو، ويستعد يوفنتوس كمان ان هو عنده مواجهه قويه مع اتلتيكو مدريد بكره يوم الثلاث ضمن الجوله الخامسه من مرحله مجموعات لدوري ابطال اوروبا. هيجوين في المؤتمر الصحفي: انا سعيد بوجودي هنا، قضيت سنوات عديده واستفدت بخبرات كبيره، نيتي كانت اظهار انني اريد البقاء، نحن في لحظة جيدة لكن لا يزال أمامنا الكثير للتقديم. ساري غضب رونالدو إيجابي وسيميوني صنع فريقا عملاقا. موريسيو ساري في المؤتمر الصحفي قال إن حالة الغضب اللي انتابت كريستيانو رونالدو عقب استبداله في مباراة الميلان بالجولة 12 من الكالتشيو، مؤكدا إنه في الوقت ذاته إن العلاقة بينهم كويسة جدا، وإن يوفنتوس كمان بيستعد لمباراة مهمة ضد أتلتيكو مدريد، وبالتالي لازم الفريق كله يكون روح واحدة. عشان كده ساري قال إن علاقته بكريستيانو جيدة جدا، إذا كان هناك لاعب فاز بكل شيء عبر عن غضبه من استبداله فهذا يعني إن لديه الكثير من الحماس والتحفيزات، وهذا أمر إيجابي. طبعا في نفس الوقت اللي قلنا نيمار على رأس قائمة باريس سان جيرمان، جاريث بيل على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان، والقائمة فيها طبعا في الخط الأمامي هازارد وبنزيما وبيل ويوفيتش ورودريجو، وطبعا أكيد وجود جاريث بيل شيء مهم جدا جدا بالنسبة لفريق ريال مدريد وجمهور ريال مدريد. امبابي: ميسي يستحق الكرة الذهبية ولا أحب مقارنتي ببيليه. امبابي قال إن لعيب باريس سان جيرمان قال إن ميسي يستحق الكرة الذهبية، نجم وقائد برشلونة، بالإضافة إنه أفضل لاعب هذا العام. وقال امبابي الكلام ده من خلال تصريحاته لصحيفة فرانس فوتبول إنه لن أتوج بكرة ذهبية هذا العام، وهناك العديد من المرشحين زي ميسي على المستوى الفردي والجماعي كان بيأدي بشكل رائع جدا جدا، لكن ما حدش يقارني أبدا ببيليه لأن لن أكون مثله. بيليه طبعا هو بيقول إن بيليه أحسن منه، توج بكأس العالم 3 مرات وهو ملك كرة القدم، طبعا شعور طيب وكلام محترم من لاعب كبير زي مبابي، صغير في السن لكن كبير جدا في كلامه وفي تصريحاته وفي نضوجه. سامي الجابر: الهلال سينافس على لقب كأس العالم للأندية. قال سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق إن الفريق السعودي هيذهب إلى المونديال الأندية بطموح المنافسة على اللقب وليس مجرد نيل شرف المشاركة، وحصد الهلال لقب دوري أبطال آسيا بفوزه خارج الديار أمام أورارا ريدز دايموندز الياباني في إياب نهائي البطولة بهدفين دون رد، والمباراة طبعا انتهت بفوز الفريق السعودي بهدف لا شيء. وسامي الجابر طبعا ألف مداخلة هاتفية لفضائية مصرية، الهلال يعني بيضم من نجوما لا يقلون فنيا عن أي لاعبين وفي أي فريق عالمي. طيب كده خلصنا مع حضراتكم ابرز الاخبار اللي موجوده، لكن وقتنا بيجري بسرعه فبنحاول ان احنا نلم لحضراتكم كل حاجه موجوده معانا عشان نروح دلوقتي لميعاد الفقره النجم التاريخي اللي بيكون موجود معانا كل اسبوع. كل اسبوع بيكون موجود معانا نجم، لكن المره دي النجم اللي معانا مختلف، هو حارس مرمى توماس نكونو لاعب المنتخب الكاميروني ولاعب فريق اسبانيول. توماس نكونو مش بس حارس مرمى، ده توماس نكونو هو كان مثل اعلى لجان لويجي بوفون. ايوه جان لويجي بوفون كان مثله الاعلى توماس نكونو الحارس الكاميروني بعد ما تالق. كمان بالمناسبه الابن الاكبر لجان لويجي بوفون اسمه توماس، وده قدوه ويعني تقديرا لحبه في الحارس الكبير توماس نكونو اللي حقق من البطولات. توماس نكونو بدايته الحقيقيه كانت في كانون ياوندي وتونير ياوندي في منتصف السبعينات. تونير ياوندي حقق كاس افريقيا ابطال الكؤوس عام 75، وبعدها انتقل لكانون ياوندي علشان يحقق معاهم كاس افريقيا للانديه ابطال الدوري واللي هو دوري ابطال افريقيا حاليا في مرتين 78 و80، وحقق معاهم بطوله ابطال الكؤوس في عام 79. طبعا انتقل او قبل ما ينتقل لاسبانيول حصل او تم اختياره افضل لاعب في القاره، مش افضل بس لاعب، افضل لاعب في القاره عام 79، وحققها للمره الثانيه عام 82 عشان يكون الحارس الافريقي الوحيد اللي فاز بالجائزه مرتين. طبعا نكون واحترف في فريق اسبانيول بعد ما تألق في بطولة كأس العالم ضد بيرو وبولندا وإيطاليا في المونديال 82، وتلقى هدف واحد فقط ضد المنتخبات القوية، أكيد طبعا هدف واحد دخل فيه من المنتخب الإيطالي. 7 مواسم كاملة لعبها نكونو مع فريق إسبانيول، لعب 241 مباراة من أصل 246 مباراة شارك فيهم عشان يكون خامس أكثر لاعب شارك في مباراة في تاريخ إسبانيول، وأكثر حارس مرمى لعب في صفوف الفريق. قاد إسبانيول لكأس الاتحاد الأوروبي، لنهائي كأس الاتحاد الأوروبي موسم 87 88، تاريخ طويل
طويل جدا عن توماس نكونو، كفايه كلام عنه عشان نشوف فيديو ليه وافعاله وتالقه مع منتخب الكاميرون ومع فريق اسبانيول. توماس نكونو الحارس الكاميروني، نروح نشوفه ونتفرج ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. طبعا هنبدا دلوقتي بفقره الفيديو، هتحاول ان انا اتكلم فيها يعني بسرعه جدا علشان اشرح لحضراتكم الفيديو، لكن عندنا مباراه مهمه جدا، مباراه قويه من ضمن الريمونتادا الاسبوع الماضي في الدوريات العربيه، مباراه الوداد والرجاء، مباراه انتهت 4-4، لازم نشوفها ونستمتع بيها ونشوف قوه الجمهور ودوره في مسندته ولعبته، وطبعا المعلق الكبير فارس عوض في النسابي علق على المباراه وعلى الروح والحماس اللي حضراتكم هتشوفوها، وازاي المدربين واللعيبه يعني فرحانين والوضع فعلا فعلا مشجع ومحمس جدا للعبه كره القدم زي ما شفنا في المباراه النهائيه مع المنتخب الاولمبي، وجود الجماهير قد ايه بتفرق. طبعا الجمهور بيفرق في اي شيء، هنستمتع ونتمتع بتعليق وباهداف وباداء اثنين من كبار الكره العربيه، الوداد المغربي والرجاء المغربي. تعالوا نشوف ونتابع ونرجع نكمل مع حضراتكم. مفيش احلى من كده كره قدم، دايما الاهداف مع الاداء مع الجمهور الثلاثه بيكملوا بعض، اعتقد ان ده شفناه في مباراه الوداد والرجاء. هنروح لافضل اهداف الاسبوع من كل حته، بنحاول نجيب لحضراتكم افضل الاهداف اللي موجوده في دوري الهواه، في دوريات طبعا الخماسيه، في الدوريات اللي محدش بيتابعها، بنجمعها لحضراتكم وبنعرضها لكم، فهنروح نستمتع بيها ونرجع نكمل معاكم، خليكم معانا. من افضل الاهداف لافضل التصديات اللي كانت موجوده في الاسبوع الماضي، طبعا زي ما حضراتكم عارفين النهارده حلقه حارس المرمى والنجم التاريخي توماس نكونو، علشان كده جمعنا لحضراتكم افضل التصديات اللي كانت موجوده الاسبوع الماضي وجبناها لحضراتكم، ان شاء الله تعجبكم، نروح نستمتع بيها ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. فرص ضاعه في كره القدم اكيد بيكون شكلها كوميدي، لكن الموضوع يعني حضرتك شايفه سهل، لكن هو بيكون صعب جدا جدا، وفعلا اللعيب بيكون محطوط تحت ضغط كبير جدا جدا. تعالوا نشوف ابرز الفرص الضائعه في الاسبوع الماضي ونرجع نكمل معاك، خليكم معانا. عالم التدريب كلنا نعرف ان هو مدرب جامد جدا ومدرب قوي جدا، وواحد من المدربين اللي تالقوا سواء في الدوري الالماني او في الدوري الانجليزي، لكن يا ترى لما يورجن كلوب كان بيلعب كان شكله عامل ازاي مع فريق ماينز؟ اعتقد ان ده سؤال كتير جدا جدا، يعني معظم مشاهدي ومتابعي كره القدم نفسه يعرف او يشوف جزء من تاريخ يورجن كلوب، عشان كده جبنا لحضراتكم هدف مميز جدا ليورجن كلوب على طول بعد ما اتبدل، نجح انه يقلب النتيجه ويجيب هدف رائع لفريقه. تعالوا نشوف يورجن كلوب اللاعب كان شكله عامل ازاي، ستايله عامل ازاي، تهديفه عامل ازاي، غير يورجن كلوب المدرب، ولا الاثنين شبه واحد؟ تعالوا نشوف ونتابع ونرجع نكمل مع حضراتكم. يعني ده كان يورجن كلوب، واعتقد ان هو واضح ان هو كان لعيب جامد وهدف اكثر من رائع كالعاده. يورجن كلوب مميز زي ما هو مميز بره الملعب وعلى مقاعد البدلاء وعلى الخط الفني، اكيد مميز جدا في الملعب، وكان بيعمل فارق مع فريقه ماينز الالماني. تعالوا نروح بقى لبعض المهارات الاستثنائيه كده علشان يعني نستمتع في نهايه البرنامج بشويه مهارات ونرجع نكمل معاكم، خليكم معانا. الختام دايما بيكون مع حاجه مميزه جدا، وانا حابب اختم مع حضراتكم بلاعب اكيد هو لاعب كبير ولاعب متالق في صفوف الدوري الانجليزي ومع فريق ليفربول، لكن مين هو؟ حضراتكم تعرفوه من خلال رسمه تحفه فنيه، يعني واحد فنان فعلا هيرسم واحد فنان زيه بس في كره القدم. تعالوا نشوف ونكتشف مين هو، ومحدش يكتب الاسترابه علشان خاطر نسيبها يعني مفاجاه للجمهور في الاخر. تعالوا نشوف الرسمه والتحفه الفنيه للاعب كره القدم ونرجع نكمل مع حضراتكم. وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقة اليوم من وورلد سبورتس، نتمنى إن شاء الله الحلقة تكون عجبت حضراتكم، ونشوفكم إن شاء الله يوم الاثنين القادم على 1000 مليون خير في نفس الميعاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.